معادنا مع فقرة أخبارنا العالمية، والبداية من عند يوفنتوس. قرر نادي يوفنتوس تجميد راتب الفرنسي بول بوجبا على خلفية اتهامه بتعاطي المنشطات. وكشفت صحيفة لاجازيت ديل سبورت الإيطالية أن يوفنتوس سيوفر 30 مليون يورو بعد فسخ تعاقده حال إثبات إيجابية تعينته. فشل بوجبا في اختبار المنشطات الذي أجراه عقب مباراة أودينيزي، والذي تواجد خلالها على مقاعد البدلاء في افتتاح الدوري الإيطالي. وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس جمد راتب اللاعب في ظل الإيقاف وكونه لا يتدرب مع زملائه في الوقت الحالي. وأوضح أن البند الخامس من رابطة اللاعبين الإيطالية تتيح للأندية إيقاف صرف راتب اللاعب استم إيقافه حتى لو بشكل احترازي حال فشل في اختبار كشف المنشطات. وكشف التقرير أن هذا الأمر قد يدفع الفرنسي لفسخ تعاقده مع يوفنتوس، والذي يتقاضى من خلاله 8 ملايين يورو سنويا. وفسخ يوفنتوس تعاقده مع اللاعب فسيوفر 30 مليون يورو إضافية صافية بدون احتساب الضرائب، خاصة أن تعاقده يمتد إلى 2026. علق ليونيل ميسي نجم انتر ميامي الامريكي على رحيل زميله السابق ماركو فيراتي عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي على شبكه انستغرام صوره تجمعه بفيراتي من كواليس مباراه منتخبي الارجنتين وايطاليا. وكتب ليو رساله للاعب الايطالي تقول: اتمنى لك التوفيق في خطواتك الجديده، فانت تعلم انني اتمنى لك الافضل دائما. وقع اللاعب الوسط الايطالي مع النادي القطري على تعاقد يمتد مع 3 مواسم بحيث ينتهي في صيف 2026. وتزامل ماركو فيراتي مع ميسي على مدار موسمين في الفريق الباريسي قبل أن يرحل ليو أوائل الصيف الجاري بانتهاء تعاقده في 30 يونيو الماضي. تواجد الدولي المصري أحمد حجازي لاعب فريق اتحاد جدة في المران الأخير للفريق الذي أقيم مساء أمس الأربعاء وسط استعدادات بطل النسخة الأخير من الدوري السعودي للمحترفين لمباراة الأخدود التي ستقام على ملعب الأمير هزلول بن عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة السادسة. ويغيب أحمد حجازي عن تشكيلة نادي اتحاد جدة بسبب خضوعه لعملية جراحية في الركبة قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين. وأكدت الصحيفة الرياضية السعودية نقلا عن مصادر خاصة أن المصري أحمد حجازي قائد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم أنهى المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي المعد له من قبل الأسباني روبن بونس اختصاص العلاج الطبيعي في النادي بعد عملية الرباط الصليبي التي خضع لها 9 يونيو الماضي في لندن العاصمة البريطانية. وأوضحت التقارير أن حجازي سيصبح جاهزا يناير المقبل مع بداية الفترة الشتوية، حيث كانت الإدارة ترغب في ضم حسان تمبكيتي بوصفه لاعبا محليا لتعويض غياب المصري، لكن انتقال الأول إلى الهلال جعلها تفكر في استقطاب بديل. شارك الدولي المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي في التدريبات الجماعية للجنرلز لأول مرة منذ الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الركبة في يناير الماضي، وأبعدته لأشهر عن مباراة ناديه خلال النصف الثاني من الموسم الماضي. وفقا للموقع الرسمي لنادي أرسنال، رحب اللاعبون والجهاز الفني بعودة النني إلى التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس.